member of the 12 columns to your W's and good luck. تعد معلمة قبر السعدي من أشهر المعالم التاريخية بمدينة مراكش ومن أبرز المزارات السياحية بالمدينة الحمراء. هذه المعلمة التاريخية شهدت أحداثا تاريخية ومعطيات كثيرة. فأولا هذه المعلمة التاريخية ظلت مغلقة لفترات طويلة حتى سنة 1917 حيث تم اكتشافها من طرف مصلحة الفنون الجميلة والأثار إبان فترة الحماية، وهي التي يرجع لها الفضل في إعادة وتهيئة هذه المعلمة التاريخية وإقامة المدخل الرئيسي الحالي الذي يليج منه الزوار والسياح إلى داخل المعلمة التاريخية، بعد أن كان الباب الرئيسي المؤدي إلى قبر السعدي من مسجد المنصور أو مسجد مولى اليزيد. والمعلمة التاريخية قبر السعديين يعني تمت إحاطتها بأسوار وأبراج إبان فترة حكم السلطان المولاي إسماعيل. نظرا للأحداث التي شهدتها مدينة مراكش خصوصا في فترة مولاي إسماعيل بينه وبين ابن أخيه مولاي محريز، وكذلك المشاكل التي عاشتها الدولة العلوية مع إمارات الشبانات التي كانت تسيطر على مدينة مراكش بعد انهيار الدولة السعدية. إذن هذه الأحداث التاريخية فأثرت نوعا ما على معلمة قبر السعديين. ومن الناحية المعمارية فإن معلمة قبر السعديين تنقسم إلى جزئين، أولا أو إلى ضريحين، ضريح الشرقي ثم الضريح الغربي. الضريح الشرقي هو النواة الأولى لمعلمة قبر السعديين، ويحضن رفات محمد المهدي الشيخ أشهر سلاطين الدولة السعدية، ثم زوجته العودة السعدية أم سعودة الوزقيتية وهي والدة أحمد المنصور الدهبي، وكذلك عبد الله الغالب. وقلنا النواة الأولى لأنه قيمة على رفات محمد المهدي الشيخ سنة 1557، وبعده قيمة قبة الخاصة بالعودة السعدية سنة 1591 لفترة بعد وفاتها من طرف ابنها أحمد المنصور الذهبي، وتعرف الآن قبة شرقية بقبة لالة مسعودة. ثم كذلك الضريح الغربي وهو أبرز وأشهر وأمتع المقابر داخل قبر السعديين، وينقسم إلى ثلاث أجنحة. هناك متصلة فيما بينها، هناك قاعة الصلاة ثم قاعة 12 عمودا وقاعة القوات الثلاث. بالنسبة لقاعة الصلاة فكانت خاصة بالصلاة، ثم تحولت إلى مقبرة بعد وفاة السلطان المولي اليزيد الذي يرقد فيها حاليا ويحاط بسياج خشبي. ثم مقابر ستة من أبناء السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وهذه المقبرة سميت قاعة صلاة لأنها كانت خاصة بالصلاة ولأنها تضم محراب مزين بزخارف هندسية وتعلوها قبة من المقرنص. ثم تتصل هذه القبة مع قبة 12 عمودا، وهي قبة ترتكز على 12 عمودا من رخام الكرار، وهي تأثير للعمارة التركية، حيث أن السلطان أحمد المنصور الدهبي الذي أمر ببناء قبر على رفاته بعد وفاته، يعني تأثير تركي خاصة 12 عمودا، يعني ثلاث أعمدة في كل ركن، وتحضن رفات أحمد المنصور الدهبي وابنه محمد الشيخ الصغير والمولى زيدان وزوجة السلطان سيد محمد عبد الله لالة عائشة، ثم مجموعة من سلاطين الدولة السعدية. وهذه القبة تتصل بقبة القوات الثلاث، وحيث تحضن ثلاث قوات متراتبة أو في الترتيب. ويقال بأن هذه القبة القوات الثلاث كانت تحضن رفات أبو الحسن المريني، حسب ما يقال أن أبو الحسن المريني دفن بمقبر السعديين ثم نقل رفاته إلى شالة. هذه رواية شفوية. وهذه القبة تتميز بزخارفها الهندسية وتنوع أشكالها الزخرفية. بالنسبة لمقبرة السعديين فتشتهر بزخارفها الهندسية وتنوع أشكالها الزخرفية من نقائش ومن جبس منحوت وزليج متشابك إلى غير ذلك.
وتتميز بساحة الخارجية. هذه الساحة الخارجية تحضن رفات عندي سواء الخدم والحشم والمسؤولين في الذين كنشتغلون في إدارات الدولة السعودية. ثم نجد قبور أو ثلاثة من قبور قبيلة هنتاتا التي كانت تسيطر على مراكش بعد انهيار الدولة الموحدية وسيطرة الدولة المرينية على مدينة على المغرب، وتحول العاصمة من مراكش إلى فاس، حيث أنه مراكش في هذه الفترة أصبحت عاصمة إقليمية وسيطرت عليها قبيلة هنتاتا. ونجد ثلاثة من أكبر زعمائها يعني تم دفنهم بإحدى المرافق بقبور السعديين، وقبورهم لا زالت شاهدة على ذلك. كذلك بالنسبة لقبور السعديين تتميز بشكلها الهرمي، وهي تعرف من أو تشهد إقبالا كبيرا بالنسبة للزوار، وتعد ثاني بناية تاريخية من حيث الإقبال، بحيث البناية التابعة لوزارة الثقافة، حيث أنه تشهد تقريبا إقبال ما يزيد عن 1000 إلى 2000 زائر يوميا، وتصل المداخل تقريبا الى 300 إلى 400 الى حتى 500 مليون سنتيم شهريا، خصوصا في فتره الدير، ولا تعرف اقبال السياح. والسياح الذين يفيدون الى مراكش خاصه قبور السعديين هم من اجناس مختلفه ومن جنسيات مختلفه، سواء المغاربه او الاجانب. نجد مثلا المغاربه تمنحهم زيارات بالمجان في يوم الجمعه، وبالنسبه للاجانب اثمنه الدخول تصل الى 70 درهم و 30 درهم بالنسبة للأطفال. وهناك تسهيلات بالنسبة لبعض الوفود، وهناك جنسيات مختلفة تفيد إلى قبور السعديين. فهناك من دول أمريكا اللاتينية، من أوروبا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، من الدول العربية، من إفريقيا، لجميع الدول تفيد إلى هذه المعلمة التاريخية نظرا لما تتميز به من زخارف هندسية، من أشكال هندسية. وبما أن هذه المقبرة تحضن رفات أشهر ملوك الدولة السعودية، تقريبا نجد 56 مقبرية، إما بالرخام الموشوري أو من الزليج. وكما قلت أشهر ملوك الدولة السعودية تم دفنهم بهذه المقبرة، ما عدا السلطان المتوكل والمعتصم الذي قتل في معركة واد المخازن، ونجهل الشيء الكثير عن مكان دفنه. أما أبرز أو باقي أبرز الملوك الدولة السعودية منهم عبد الله الغالب، أحمد المنصور الذهبي، محمد المهدي الشيخ، مسعودة المزقيتية، أم محمد المنصور الذهبي، أبناء أحمد المنصور الذهبي، مولاي زيد محمد الشيخ الصغير، وغيرهم. ثم نجد هنا ملوك آخرين تم دفنهم في مقبرة الإمام الجازولي، نظرا للأهمية والمكانة التي كان يلعبها الشيخ الجازولي في قبل قيام الدولة السعودية. هذه البنية تمتد على مسافة أو مساحة 2300 متر مربع. فنظرا لهذه الاشكاليات يعني الاقبال والاكتضاض، وحيث نجد انه هناك عدد من الزوار يصطفون للقاء نظره حول قبر السلطان احمد المنصور الذهبي وباقي الملوك، فوزاره الثقافه تفكر ماليا في اعاده الاعتبار وتحسين جوده الخدمات بالنسبه لمقبره السعديين، حيث ان المدخل الرئيسي الحالي الذي يتميز بضيقه فسيتم تحويله الى الباب الخلفي، حيث سيكون هناك باب اخر وسيكون في اطار ما يعرف بممر الجمال او تحسين المسار الداخلي من قبر السعديين حتى قصر البديع. اذا هناك ستكون هناك ممر اخر او مدخل رئيسي اخر، لان نحن بصدد تهيئته واعاده الاعتبار له، وستغير الوجهه، وهذا تم بناء على طلبات التجار المجاورين حتى نحافظ على يعني المدخول اليومي للتجار، لانه اغلبيه التجار يعني يعيشون على المداخل، يعيشون او يعني يحاولون يعني استمالة الزوار الخارجي من معلمة قبور السعديين. فوزارة الثقافة فكرت في تغيير الباب الرئيسي الى وتحويله الى مدخل الخلفي بتعاون بتنسيق مع السلطات المحلية، ونحن في اللمسات الأخيرة لفتح الباب وتهيئة الباب الخارجي، وان شاء الله سيكون هناك مشروع كذلك لإعادة الاعتبار لهذه البنية التاريخية بترميم الأسوار الداخلية. ووزارة الثقافة تبذل مجهود كبير في الحفاظ على المكونات المعمارية، من ترميم الزليج، ترميم الخشب. هنا ننسى هناك مبادرة قامت بها مؤسسة ليلى أمزيان بالحفاظ على هذه البناية التاريخية بشراكة مع وزارة الثقافة سنة 2015، والتي أعادت الاعتبار لهذه البناية التاريخية حتى جعلتها في مستوى تطلعات ومستوى الإقبال الذي شهدوا تجاوز البناية التاريخية التي تصل إلى
2000 زائر تقريبا يوميا، خاصة في فترة الذروة من قبل السياحة إلى مدينة مراكش.